العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر غد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب الصف التاسع في مدارس الأندلس، وهكذا يتجدد اللقاء ومع الوحدة الثالثة وحدة المواطنة ودرس الثقافة. أهداف درس اليوم يفسر أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، ونقترح سبل المحافظة على الهوية الوطنية. أولا، أهمية المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية. 1- تحقيق التلاحم والتماسك داخل المجتمع، وبالتالي ازدياد حصانة المجتمع وقدرة المجتمع على الصمود أمام التحديات والأخطار. 2- تسهم الثقافة في زيادة الوعي لدى المواطنين بقضايا الوطن، وتعزز قيمة الانتماء للوطن مثل الأعمال الفنية والمسرحية. 3- تعزيز القيم الإيجابية كالإخلاص والانتماء وغيرها. 4- الثقافة تعزز الدافعية لدى أبناء المجتمع للتقدم والتطوير. 5- تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 6- المحافظة على الأمن الاجتماعي ووحدة الأمة. أمامنا الآن هدف نريد أن نقترح كيف السبيل وكيف الطريق من أجل المحافظة على الهوية الوطنية. أمامنا مجموعة من الصور التي نحاول أن نستنتج منها هذه السبل تحقيق الهوية الوطنية. أحسنتم. التمسك بقيم ومبادئ الثقافة القطرية، التفاعل مع الثقافة الأخرى، تعزيز مبدأ الحوار والانفتاح على المجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى بما يفيد ثقافتي. مرة أخرى، التمسك بقيم الثقافة القطرية والتفاعل مع الثقافات الأخرى وتعزيز مبدأ الحوار والانفتاح. هيا نحاول الإجابة على التدريبات. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: الخصائص الفكرية والروحية والمادية التي تميز مجتمعا ما، يشير هذا التعريف إلى مفهوم. أحسنتم. الثقافة مجموعة من الأحكام التي تعارف عليها أفراد المجتمع هي: نعم، الأعراف. 3- العامل الأساسي في إحداث التغيير في الثقافة القطرية هو أكيد اكتشاف النفط. بارك الله فيكم. ننتقل للسؤال الثاني: ما هي أفكار عدد مكونات وعناصر الثقافة؟ الأفكار والعادات والتقاليد والقانون والأعراف واللغة. مرة ثانية، مكونات الثقافة وعناصر الثقافة مثل الأفكار واللغة، العادات والتقاليد، القانون والأعراف. ننتقل للسؤال الثالث: كيف تعزز الهوية الوطنية؟ كيف يمكن تعزيز الهوية الوطنية على المستوى العالمي؟ كيف يمكن تعزيز الهوية الوطنية على المستوى العالمي؟ نفكر سويا. نعم، أحسنتم. من خلال التمسك بقيم الثقافة القطرية، وأيضا من خلال التفاعل مع الثقافات الأخرى مؤثرين ومتأثرين، ثم تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر من أجل التعايش الحضاري والثقافي. السؤال الرابع، أجب عما يلي: استمدت الثقافة القطرية ملامحها من بيئتين، وضح ذلك.
سؤال بسيط وجميل، هو البيئة البحرية والبيئة البرية، هما البيئة البحرية والبيئة البرية. فسر أهمية إنشاء المؤسسات الثقافية في دولة قطر. لماذا تقوم دولة قطر بإنشاء هذه المؤسسات؟ من أجل ماذا؟ أحسنتم، من أجل استعادة شيء من الهوية الثقافية القطرية. السؤال الخامس والأخير، وضح أهمية المحافظة على الهوية الثقافية القطرية. أهمية المحافظة على الهوية الثقافية القطرية، ما أهمية ذلك في المجتمع أحبتي؟ سوف نجد أن المحافظة على الهوية الوطنية الثقافية في قطر أهميتها تحقق الترابط والتلاحم داخل المجتمع، وأيضا تسهم الثقافة في زيادة الوعي لدى المواطنين بمشاكل البلاد أو بقضايا البلاد، ثم تعزيز القيم الإيجابية. الثقافة تعزز قيمة مثل الإخلاص، مثل الانتماء. أربعة، نجد أن الثقافة تعزز الدافعية لدى أبناء المجتمع من أجل التطوير والإبداع وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأخيرا، المحافظة على الأمن الاجتماعي ووحدة الأمة. أبناء الطلاب، نشكركم على حسن